أسألك على لاعب يلعب في نفس مركزك في نفس النادي، بالتأكيد محمد النني. رأيك إيه في مستوى محمد النني مع أرسنال؟ طبعا متابع النني ولاعب كويس جدا ومكانه كويس جدا في المكان دوت، بس انا وانا متابعه هو ما كانش بيلعب تقريبا في كل الماتشات اللي الارسنال كانوا بيلعبها، بس طبعا هو مكانه كويس جدا وهو شخص وهو لعيب كويس جدا، وانا انتظر ان هو يبقى ليه مكان احسن، وانتظر ان هو يبقى ليه دور اكبر علشان يساعد اللعيبه في الملعب، علشان يساعد في الحفاظ على المرمى، وعلشان يحافظ على مكانه في الملعب. بس طبعا هو لعيب كويس جدا، بس لازم يكون عنده فرص أكبر علشان يلعب على الملعب. مع بقاء محمد النني في أرسنال ولا مع رحيله لفريق آخر؟ طبعا كل لعيب هو اللي بيلعب، محدش يقدر يقول حاجة، بس ان محمد النني مش بيلعب في الملعب كتير ممكن يعدي في دماغه ان هو ما بيلعبش، فممكن يكون عايز يروح حتة تانية. بس لا طبعا انا اتمنى ان هو يرجع يلعب تاني اكتر من كده ويفضل اكتر في الارسنال. انا مش عارف، بس يا ريت هو يقعد اكتر فترة اطول من كده ويلعب في الارسنال.